حي شبرا واحد من أقدم الأحياء في القاهرة، حاضن بين شوارعه وميادينه تاريخ عريق من التلاحم والمحبة بين المصريين. بيتمتع شارع شبرا بنشاط تجاري واسع، خاصة في منطقة الدوران، وتعتبر مدرسة توفيقية من علامات شبرا المميزة، وكانت قصر بناه سعيد باشا، ده غير مدرسة الراعي الصالح، أقدم وأهم المدارس في شارع شبرا، وملحق بيها كنيسة ومستشفى. مؤخراً اتعمل جنبها سوق تجاري ضخم اسمه سوق الراعي الصالح، يشبه لحد كبير سوق وكالة البلح. جامع الخزندارة هو كمان من معالم المنطقة العريقة. مغنيين كتير غنوا لشبرا، منهم شعبان عبد الرحيم ومحرم فؤاد، وطبعاً الفنانة العالمية داليدا اللي اتولدت هنا في شبرا من حوالي 90 سنة. يا أستاذ أسامة، الحاجات اللي شكلها متحفية دي، ده كلون باب أوض من الكوالين بتاعة البيبان الأوض القديمة، عارفها البيبان الخشب اللي كانت ضرفتين في العزبة عندنا ده. آخر أيوة. حاجة فعلا ضرفتين وتسكك كده. أيوة كده. عشان ده أساسا ما كانش لسه موجود ساعتها، لأن الحاجات دي أصلا يعتبر مش موجودة. وريني المفتاح ده، ما شاء الله ده خفيف، ده ألومنيوم ولا إيه؟ آه طبعا، أنا افتكرته هيبقى أتقل من كده. ده ألومنيوم؟ لا ده كمان، وفي منه نحاس تقيل. اه ده تقيل. آه ما بس هو ده حسب. ألومنيوم. ايوه ما هو حسب، كل كلون من دول ليه خامة معينة، بحيث ان الزبون مثلا لما بيجي لك بحاجات قديمة زي دي، يا اما بنقدر نصبه له يعني النحاس بقى طبعا. ايوه نصب له مثلا كلون، بحيث ان هو برده ما يقول لك يعني، يبقى عارف ان حاجته موجودة. بحيث برده ان هو لما يجي يستلم الشغل، لان المفتاح ده زي ما انت فاهمة هنا بيبقى فيه ميجر. ايوه فالحاجات دي كلها لازم المفتاح يعدي فيها. لو ده مثلا نفس المفتاح وعكس هيعدي، بس يفضل مضائر من تحت. ليه؟ لان ده بالمجرى، كل مفتاح وليه اتجاه مجرى بتاعته يمين وشمال. ده بتاع البيبان طبعا اللي احنا ده شكله محترم جدا. ما هو ده بتاع الحاجات اللي هي ايه يعني انقرضت. بقول لك يا اسامه، في ناس بيبقى عندها دول وعايزين يحافظوا عليهم، مش عايزين يغيروهم لحد دلوقتي موجود، ولا كله بيحب الجديد لحد دلوقتي. كلون من ضمنهم اهو، ده مركون لحد دلوقتي عشان بندور له على الحاجه، لان ده نظام ترباس من جوه، ومفتاح البلد بتاع البيبان الخشب الضرفتين الكبار، وده مش شغال عشان مدور له على قطعه، بندور له على قطعه غيار ليه. وده برده نفس الموضوع، بس ده طبعا نوع تاني اللي هو اتجاه العكس، ما هو اتجاه يمين وشمال. دول انجليزي بقى الاقفال دي ولا ده جنسيات؟ دي كلها صناعه مصريه. مصري كل ده، صناعه يدوي، ده صدمه جلفن. مصري مصانع مصر. لا ده ما كانش مصانع كمان، دي الصناعيه اللي كانت بتقفله. صناعي اللي صاج. شفت الصاج بتاع العربيه؟ اه هم كانوا بياخدوا الصاج وبيعملوه على حاجه اسمها التنايه. ايوه عارفه، ويدخلوه يتجلفن ويتقفل الكالون وينزل في اللسان بالحته دي. تصنيع يعني بلدي كده. الموضوع بسيط، ما هو دي المفاتيح والكوالين اللي كانت في بيبان الخشب بتاعت الفلاحين بتاعت اهالينا زمان. امال المفاتيح بتاعت بره اللي هي النحاس كده القديمه، كل ابواب الانجليزي تلاقي المفتاح سلس قوي كده ماشي. ما هو ده كمبيوتر بقى. ها دي القلوب الكمبيوتر، دي قلب كمبيوتر مثلا، ده اللي بتشتريه الوقت اللي بيجي بخمس مفاتيح. ايوه حفظناهم، خمس مفاتيح قلب كمبيوتر، ده في منه 10 وخريطه كمان. ايوه لا ده بقى اللي بيقول لك ان ما ينفعش يتعمل عليه اي كلام، صح يا استاذ؟ طبعا اي كلام، كله اي كلام يتعمل عليه. طبعا صح؟ عشان بيجي الراجل يقول لك والله العظيم ما ينفع يتعمل عليه ابدا، دول كمبيوتر. لا 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 كان ده يعني خلاص، ده ملوش 30 لازمه. اي مفتاح يتعمل عليه الا المفتاح اللي الخامه بتاعته بنقول عليها غير متوفره. انا بقى معجبه جدا بكل يوفت اللي عندك هنا، اختيارك بدقه يمنعك حرك ارجاع المباع. الزبون ممكن في زبون واحد بيشتري مثلا ايه، عايز يساعد حد فبيشتري له كالون، فالراجل ياخد منه الكالون ويجي يرجعه. لا سخافة. في واحد تاني بيجي يشتري الكالون، انت اللي بتنقي الكالون وانت اللي طالب المنتج ده، فبعد ما بتاخدها بتجي لي تاني يوم او تالت يوم عايز ترجعه. طب بترجعه ليه لما احتجتوش؟ طب انت بتشتريه ليه؟ فاختيارك بدقه، يعني انت لو عايز تساعد حد يختار قفل بدقه تقدر انت تساعده. انا انا بقول له انت هتقفل بيه ايه عشان اقدر اساعده. أيوة. اقول له تاخد ايه. ايوه يعني عايز رزه مثلا لوكر صغير، غير لما ابقى عايزه على باب مخزن مثلا، غير لما مخزن، غير لما تكون حديده في الارض، غير لما يكون محل مقفول ملوش لازمه، غير لما يكون مخزن محل ذهب. فكل ايه امتن قفل عندك في الاقفال دي؟ كلهم كويسين، بس بالذات القفل اللي هو ال 70 مللي ده، ده اعلى. يا سلام، ده قفل اهرام. ده بقى القفل ده عامل زي يعني في منه اليل، في أيوة. منه الشيزه،
أيوة. في منه الإيطالي. أنا كنت ناسية بقى اليل ده كان زمان مفاتيحنا كلها مسدسة كده من فوق مكتوب عليها ييل نحاسي كده. التاجر النهاردة هو اللي بيخلينا نجيب الخامات دي. إحنا الأول كان الحاج الله يرحمه كان عندنا الخامة دي، كانت عندنا وعند الحاج مصطفى وعند الأستا كمال وعند الأستاذة منال اللي هي مديرة المحل. فالناس دي أساساً الخامات دي ما بقاش في حاجة تنزل لنا بالاسم زي الأول. طبعاً التاجر دلوقتي اللي بيجيب كله ثلاث أرباع من الصين، ما عدا نوعين ثلاثة هم اللي موجودين، جياما وكيلاين والحاجات دي، دي الأصلي أو الخامات النظيفة. والحاج هو اللي كاتب كل ده اختيارك بدقة؟ ده الحاج مصطفى هو اللي كان كاتب دايماً الجمل دي وبيحب يعلقها. التدخين مجاهرة بالمعصية، وإيه وحدة الاتصال بالمباحث، كل الإرشادات المفاتيح. عشان لو جانا حد شاكين فيه إنه هو حرامي، حرامي، فبنتصل بالاسم مباشرة، بنخليه واقف ولا أكنه في أي حاجة. بنتعامل معاه. انت قدام الاسم اصلا ده سهل جدا. بنتعامل جدا، الموضوع بسيط جدا، واحنا بنعمل له المفتاح بنتصل بس قبل ما هو يقعد ويتعمل له المفتاح ويجرب، حتى لو مش هيلحقه بياخد المفتاح بايظ. طب والخزن خزنه كويسه دلوقتي؟ انا بقيت حاسه ان الخزن كانها حصلت اطفال. الخزن دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده بالنسبه لها يعني كل خزنه وليها مقاسها، يعني في المقاسات اللي قدامك دي، في المقاسات اللي هنا، ده في صغير وفي كبير وفي اكبر منها، وفي حاجات عندنا قد التلبيك. الخزن الخزن اللي كانت زمان تجيبها من القطاع العام اللي كان شكلها مشغول كده واخضر او أبيع. ايوه دي بتبقى انجليزي او بلدي او يلي. ايوه انجليزي او بلدي او ميلر. في محلات الصاغه القديمه كلها عندهم الخزن، لازم يبقى عندهم الخزن دي لازم. وقويه فعلا ولا شكلها لا بس؟ مش لا دي هي فعلا قويه، بس من غير المفتاح عايزه بقى 10 يقطعوها. ايوه ده من غير المفتاح. لكن لو خزنه صيني يعني انا لا 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 ده عادي، بيجي لنا الزبون بيها وبنفورها له وبنرجعها له كلها على وضعها عادي جدا، مفيش اي حاجه. طب عايزه اعرف، مفتاح قديم خالص ملوش بقى كمبيوتر ولا اي حاجه، مفتاح لسه في الحرفه ان انت تعمله بالمبرد وتعمله بايدك يدوي خالص زي زمان؟ طبعا لو معانا قفل زي ده مثلا وعايزين نفوره بنخش على البنك وبنفوره وبنعمل له مفاتيح، لو هو ملوش مفاتيح عادي تعمل له مفتاح. طبعا عادي بمبرد وبالادوات القديمه زي ده. ده مع انه قفل قديم جدا ده خطير، بس ده معمول فعلا يدوي. انت لو تاخدي بالك ان القفل ده اساسا معمول عشان نشيله مش عشان نبيعه. اخر سؤال عايز اساله لك يا اسامه على اعاده التدوير، الموضوع ده يشغلني جدا. يعني انا لو مسكت كل الادراج اللي فيها مفاتيح ملهاش اي عازه عندنا والله العظيم اطلع بنص كيلو حديد، الناس بتعمل بيه هي كمفاتيح هتتباع خرد؟ لا انا مش عايزها كمفتاح، انا بس مش عايزه ابقى مضره للبيئه، ارمي كل ده يترمي دول هيتلموا كلهم في شنطه وهيتباعوا حديد، يا اما هيتباعوا نحاس. ليه؟ لان انا ممكن استخدمهم في حاله واحده، يجي لي قفل زي ده من غير مفتاح ويكون انت معاكي مفتاح بتاع قفل بس مش بتاع القفل ده، ففور القفل ده اركب له حاجه اسمها طقم بلي واشغل نفس المفتاح تاني، اعيد تاني تشغيل المفتاح ده. ده ممكن يعني ممكن اديله بتاع مفاتيح وخلاص. ايوه في حاله ايه؟ في حاله ان انا معايا مفتاح ممكن اقدر اصمم عليه، زي مثلا لما بيجي لي مفتاح مرتجع ما انا ما برميهوش، بخلي المفاتيح ده مرتجع بسيبه، ممكن يجي لي كالون انا شغاله عليه. وسامع انت راجل جميل ومحلك جميل وكل حاجتكم حلوه قوي، ربنا يخليك. والله عشان ما تنسناش احنا عندنا دايما زميلتنا ساره بترسم صوره لبطل الحلقه. ازيك يا ساره؟ الله الله حلوه قوي يا ساره، تسلم ايديكي. في الدنيا دي كم مفتاح يفتح أمامك باب مقفول، فيه اللي تخبط على بابه واللي بيفتح لك على طول، في اللي بيفتح بالإحساس وبود وحب ورد جميل. الناس مفاتيح أصلاً للناس لفرص وبيبان رزق وتسهيل.